السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كده لايف، احنا كده لايف لايف كل ليلة ولايف كل يوم في رمضان. ناخد موضوع ايماني او تربوي او سلوكي وان شاء الله نتكلم فيه. النهاردة موضوعنا تحفة جدا، عن شبح العنوسة. خلينا نشوف كده ان احنا هنا متأكدين طلعنا لايف ولا لسه. طلعنا لايف هنا، تمام. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. حد يقول يرحمكم الله يهديكم الله ويصلح بالكم. يلا لايف النهاردة يا بنات عن شبح العنوسة. هنتكلم فيه عن شبح العنوسة وأفكار المجتمع والضغط المجتمعي والضغط الأهلي اللي بيتم، والأمر فيه إيه، الوسطية فيه والصح فيه. وإن شاء الله بإذن الله هنتكلم حتة صغيرة قد كده زي ما احنا متعودين كل يوم. كل يوم الساعة 12:30 بتوقيت اسطنبول، 11:30 بتوقيت القاهرة. هنتقابل معكم في بث مباشر وهناخد اسئلتكم نجاوب عليها، وهندخل ناس معانا زي ما احنا اتعودنا وزي ما انتوا يعني حابين يخشوا معايا في اللايف ان شاء الله ويقولوا اسئلتهم، عشان بس ما نبقاش في حجه دكتوره بنتصل ومحدش بيرد. يا دكتوره الاسئله، انا عايزه اقول لكم اصلا 2000 سؤال بيجي في اليوم، كان 2000 دلوقتي 2800 2850 في اليوم يعني سؤال. فطبعا يعني حتى لو انا كمبيوتر وانسان آلي استحالة هعرف اخلص الحاجات دي كلها. فان شاء الله باذن الله عبال ما تتجمعوا كده وطمنوني على الصوت والكلام، انا هاخد لا تقلقوا، هاخدكم ان شاء الله. بس انا مش عارفة البتاع محطوطة جوه، ما اناش عارفة. يا حلاوة يا حلاوة. تمام، هاخد ان شاء الله من هنا وهاخد من هنا زي ما احنا متعودنا في الايام اللي فاتت. كل يوم باذن الله هيبقى فيه لايف. ربنا يبارك فيكم انتوا كمان، والله هناخد ان شاء الله مشاركتكم معايا. نبتدي بسم الله. طمنوني على الصوت وعلى حاضر. هقول لكم هجاوب طريقه صلاه التراويح. حاضر، طمنوني على الصوت، نتوكل على الله. زوجي جنتي متابعه من الجزائر، اهلا وسهلا. منال يلا احكي يا دكتوره عن العنوسه، بتمثلني لانه ليه بس يا منال؟ عندك كام سنه يا منال؟ يلا وهاتي وتعالي ابعتي لي التفاصيل والحاجه يلا عشان نجوزك، عندنا عرسان زي الفل. ربنا يبارك فيكي. ابعتي لي على الخاص، هحاول ابعتي لي على الخاص. يا رب الماسنجر يفتح وان شاء الله باذن الله ابشري بالخير. يلا بينا، عاوز اكلمك ان شاء الله. حطم الحاجة. ربنا يبارك فيك يا سعاد، وانا اللي بحب وجودكم والله. حاضر، يلا بينا نبتدي بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بصوا يا بنات، العنوسة وعنوان جوازة والسلام، وعنوان اتأخر عليا قطار الزواج وقطار الخطوبة، وانا في جلد يومي من المجتمع، من البيت، من امي، من العيله، من تلقيح الكلام من صحباتي، من صحبات طنطاتي، صحبات مامتي وطنطي وعمتي وخالتي وطنطي ومش عارفه كلهم عاملين ازاي، ومن اصلا كمان البنات اللي ممكن يعملوا لنا نوع من انواع الضغط وايه، او راحه مناسبه اجتماعيه. فين يا حبيبتي؟ ده انت عسوله والله، انتصوا في نظر وما شافوكيش، ولا شافوا الحلاوه، ولا شافوا كذا، فيش حد في السكه كده، ولا في حاجه، ما فيش حد بيجي، ولا بيجوا ويمشوا، بيجوا ويمشوا. بصوا، كم من الكلمات السلبية وكم من الجمل اللي بتخليك انت تحس في حاجة غلط، في حاجة غلط بتحصل، في حاجة مصيبة بتحصل، واحنا ما احناش عارفين في ايه، وكأن الزواج ده هو الغاية. لا، خلينا متفقين ان الزواج هدف تكتيكي قصير المدى للوصول لغاية كبرى هي لرضا ربنا سبحانه وتعالى. ورضا ربنا له ابواب كثيره، منها الزواج. ان تزوجت بقى زوج صالح، ما يبقى زوج صالح مش طالح، زوج ما يطلعش عينك وعين اللي تشدد لك، زوج تقي نقي صالح رباني قراني رومانسي حنون طيب من العيله الطيبه، بحيث ان انا ابقى اللهم بارك، ده الزوج ده حاجه كويسه، ده الزوج ده حاجه جميله، ده الزوج ده حلو، والزواج ده حاجه حلوه. ما جاش، شكرا، ما جاش الزوج اللي فيه المواصفات ده، مش جوازة والسلام، وده أول معنى، مش جوازة والسلام. طب أعمل إيه يا دكتورة هالة في ضغط المجتمع؟ أولاً تعالى ما أكلمك أنت الأول، بعدين نشوف المجتمع، ماشي؟ أنا يهمني أنا نفسيتك الأول، وبعدين نشوف ضغط المجتمع. أول نفسية، يا بنت الحلال، يا ست الكل، يا ست البنات، يا محترمة، يا خلوقة، يا ست البنات، من فضلك احفظي معايا الكلام ده. صبرك
على عدم، طيب على عدم وجود زوج او عدم وجود خطيب، او انا اتاخر بيا، او انا حتى الكلمه وحشه وعانس، كلمه ايه ده؟ تاخر بيكي قطر الزواج، وتاخر بيكي ما هي على السلامه يا دي القطر، طالما هتجيب متريليوس وقطر هيدهسني ويدهس حياتي واعيش. انا الجواز مش سنه وهجرب وسنتين وشكرا، ده يوبيل فضي ويوبيل ذهبي، 25 سنه و50 سنه بتقعدي مع الزوج اكتر ما بتقعدي مع اهلك. فمن فضلكم ركزوا معايا، مش جوازة والسلام. طيب انا عندي عوز للزواج، خليني اكلمكم بصراحة، وانا زي امكم يعني، خليتكم هالة واموكم هالة يعني، خلاص اهو انا داخلين على 50، فاضل سنتين ونتم 50 سنة، واللي كلمني بقول له 50 على طول يعني، ولا عينتي شايفة وبلبس نظارة وحاجة، لكن الشباب شباب القلب، سيبكم دلوقتي. انا كبنت، وانا انا امك اهو، انا حاسة بيك يا بنتي، فطرة ما هو انا عايزه زوج، وعايزه توأم روح، وعايزه حد اتكلم معاه، وعايزه حد يعني يبقى فيه كلام وحواديت. عندي عوز عاطفي وعوز جسدي، فطره، لا انكر عليك هذا الامر ابدا، لا انكر عليك احتياجك للزواج، لانه فطره. النساء شقائق الرجال، خلقكم من ذكر وانثى، بعضكم من بعض، فزي ما عند الراجل عنده احتياج، ما انت كمان عندك احتياج. رجاله الجهله اللي بيقولك ما فيش احتياج والست عيب، لم عيب يا عم، انت فاهم حاجه في حياتك؟ والله لا تذوقي حتى، لا حتى تذوقي عسيلتها، يذوق عسيلتك حتى تذوقي عسيلتها، يعني ليكي رغبه وليكي احتياج وليكي امر فطر ربنا وضعه فيكي. يأسم الزوج لو في محكمه شرعيه وقاضي شرعي، يأسم الزوج وتطلقي منه لو ما وفكيش حقك الجسدي، معنى كده ان في احتياج. فلا ننكر عليك هذا، ولا تنكري على نفسك وانا وحشه وانا مش محترمه وانا ليه ليه، ما هي دي المواريث اللي اتحطت في الدماغ، ان مش من حقك انك تتجوز، ومش من حق وعيب، وما تقوليش مش عيب. لا ده العدل في الزواج، ان الاب او العم او ولي الفتاه يعضلها، يعني يعصر عليها، امر الزواج تروح للقاضي الشرعي يزوجها القاضي والوالي في البلده. ده لو عضلوكي في الزواج فكارثه يعني. ايه الكلام الفاضي اللي هم بيقولوه ده؟ لا ينكر عليك بشريتك، ولا ينكر عليك احتياجك الحقيقي، انا كبشر انا محتاجه هذا الامر، انا كانسانه ربنا وضع في هذا الامر، ولا تنكري هذا الامر على نفسك، ما يخليهمش ينكروا الامر ده على نفسي. ده رقم واحد، الوم نفسي؟ لا، ولا تجلدي نفسك ولا تلومي نفسك ولا الكلام ده، عندك احتياج. طيب اي واحد بقى يجي علشان اخلص من الزن بتاع المجتمع؟ ايه ده؟ اي حد يجي باي مواصفات بقى تقول لك استغنيت وكذا، وفي البلاوي الفلانيه وفي البلاوي العلانيه، وبيعمل كذا وبيسوي كذا، وانا في حالي معايا وضعي. يا حبيبتي لا، مش جوازه والسلام، يكون زوج صالح تقي نقي، يكرمك، يعرف يا نهار ابيض، يعرف يحتويكي، يعرف يصالحك وانت زعلانه، يعرف امتى فرحانه وامتى كذا، حتى لو ما اتكلمتيش هو قاري في وشك ده، يعرف ازاي تبقي يطبطب عليكي ويعملك، مش يسيبك وقت الغم ووقت الحاجه، ايه الكلام ده؟ فطبعا احنا محتاجين انك انت تبقي فاهمه الامر ده ويبقى وعي. وحسبي الله، والله والله وحسبي الله، في كل بيت يعصر على الشباب، وكل بيت يعصر على البنت اللي موجوده لطلبات من الشباب. ما يقول لي يا دكتوره هلا اقسم لك، يا دكتوره هلا انا عايزها من طرفك، والله يا دكتوره انا عايزها حد من طرفك، وانا يا دكتوره هلا عايز حد، واحده كويسه بس بتسمع وبتعرف ربنا، مش عايز اكتر من كده، ويجي يروح طلبات مهوله، طلبات مهوله. اما شاب في مقتبل العمر يجي جه شاب ربع مليون، تكاليف الزواج عنده، تجهيز شقه وعفش وزواج وفساتين ولا نعرف ايه، وفرح ودنيا ربع مليون، ولو ما فيش بقى يبقى بالضيق كده ولا بتاع 150 الف، ده لو كف يعني، ويبقى ايه كمان؟ طيب مش قد كده، ايه العضل ده؟ ايه التعسير على الشباب ده؟ ده الغرب اللي اسمهم الغرب، اللي الدين يعني ما عندهمش حتى مبادئنا ولا عندهم حاجتنا. تعالي شوفي حالهم بيعملوا ازاي. وافقت، هو وافق طبعا بغض النظر بقى عن الولي موجود ولا لا، وافقت، هو وافق خلاص تمام، يلا ناخد اي حاجه، انا بشتغل هدفع مش عارفه النص. طبعا احنا كمسلمات كمؤمنات كنساء، ما الراجل يشيل، انت هو مطالب المسكن والنفقه والمأكل والمشرب والملبس، حتى في راي من اراء الفقهاء قال لك المأكل يجيبه لها دليفري، ان شاء الله ما شاء الله جاهز. طيب بيعملوا اوضه، وبعد كده تقول لك مع بعض هنكمل ونعمل ويساعدوا بعض،
وبأقل اللي قليل يكفي. بس تقولك يا ده جه، ده جه طلب يتجوزني، ده في حد ذاته إنجاز. لكن جوازة والسلام عشان أستجيب لضغط المجتمع يبقى أول حاجة. طيب ما تستجيبيش، ما تستجيبيش، وخدي المواصفات اللي تريحك، بس ما تعليش سقف توقعاتك قوي. يعني تقول لك عايزاه الطويل العريض ابو مجانس ابو مش عارفه ايه، ابو عينين زرقاء وعينين خضراء وشعر اصفر كل يعني لا يعني ايه، بالراحه. خدي التقي الكويس ذو الدين وهكذا، اللي يعرف راجل يقدر يتحمل مسؤوليه بيت وعيال. يبقى ده رقم واحد. طيب رقم اتنين، ما تستنكريش بشريتك. اوعي تستنكري بشريتك، اوعي تستنكري على نفسك وتفضلي تلومي نفسك وتجلي نفسك لاحتياجك انت كبشر لامر الزواج. محتاجه راجل، محتاجه حد تبصي اليه شكواكي، محتاجه كلام حد يبقى فاهمك وانت فاهماه، وامان للروح وامان للنفس وهكذا. محتاجه امر جسدي فيه احتياجات جسديه موجوده، اه محتاجه. لكن تنكري على نفسك والقصه دي لا. طيب عندك حاجه بقى تانية، طنطي وعمتي وخالتي اللي عمالين يلسنوا عليكي بالكلام، يعني ده كلام. قولها يا حبيبتي والله عايزين نفرح. قولها وانا كمان والله عايزه افرح زي ما يجي المناسب. فين ومش عارفه ايه، والله اسال ربنا، والله يا طنطي والله يا عمتي اول ما يجي احنا، انت اول الناس صدقيني، انت اول الناس اللي هيكونوا عارفين. ما تخليش حد يحرق في دمك او حد بسبب الضغط يفرض عليكي شيء انت في غنى عنه. طيب صبرتي وما جاش يا دكتور، ما جاش، ما جاش الزوج الصالح، ما جاش الزوج التقي، ما جاش كذا، اسمعي، اولا تسابي في الدنيا على صبرك. رقم اتنين، اوعي تعملي حرام، اوعي تعملي حرام، اوعي تطلعي كم المشاعر والطاقه مع حد شات ولا واحد يقابلك ولا يضحك عليكي اتنين وتلاته واربعه. لسه سامع قصه لبنت استجابت للحرام، تقولك انا اعمل ايه، انا محتاجه جسدي محتاج وانا كذا وانا كذا ويعني هعمل ايه. واحد واثنين وثلاثه وعشره، وحد قام جاي مهكر على الحساب بتاعها وشافوا بقى البلاوي السودا بقى. عشره بتكلم عشره وعلاقات مع عشره وهكذا. اوعي اوعي، انا بقول لك اهو، اختبرتي في امر الزواج وان مفيش عريس ومفيش كذا وتاخر عليك الامر، اعتصمي بالله واستعصمي بالله يا طاهرة يا شريفة يا عفيفة. ولو احتسبت عندك يا رب، عليك بالصيام، انزلي مقرأة، انزلي عمل تطوعي، روحي ساعدي واعملي الناس، حفظي قرآن للأطفال الصغار، اعملي أي حاجة تشغلي نفسك وعقلك وفكرك، لكن بحاجة حلال. اوعي الشيطان يوقعك في الخية دي، اوعي الشيطان يوقعك في الخية دي عشان خاطري. لان بشوف في بنات تقول لك طب اعمل ايه، تعملي ايه، ده اختبار، ده اختبارتي، اوعي تسقطي فيه، امتحان، اوعي تسقطي فيه. النقطه اللي بعد كده، ثوابي ايه؟ الله عليكي، الله 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 عليكي وعلى ثواب. تخيري لو ماتت بكر عزباء لم تتزوج، تخير يوم القيامه بايه، بايه يا شباب وبايه يا بنات، تخير يوم القيامه ما بين الشهداء. عايزه مين من الشهداء؟ واحده تقول لك والله انا عايزه علي، يا حر. واحدة عايزة سيدنا حمزة مثلا، أسد الله. أنا عايزة مثلا ميم تاني، والله يعني مثلا تقول لك مثلا من القياديين بقى القلب أرسلان مثلا، أو واحدة أنا عايزة أبقى مع النبي عليه السلام، يعني كتير والله ما كتير على الله عز وجل. يا شفاء، راح نادي على شفاء، دايما أقوم جاي مناديها في البث تقول لي يعني كل بس تفتحي تفتحي الشباك أو لا لا لا، ده اللي موجود جوه مش بره، لو كده بس وخلي الستاره معموله. شكرا. انا بروح اشرب معاكم بعد كل حلقه، اشرب معاكم القهوه بلبن. يا فندم الدنيا بتشتي والله، وفي هوا جامد. طب يلا بقى عشان نسعى، اللهم اجعلها ساعة مباركة، قولوا امين يا رب، ويرزق كل بنت من بنات المسلمين الزوج التقي الصالح بحولك وقوتك، بحق يا رب هذا الشتاء، بحق السماء المفتوحة دلوقتي،
ارزق وزوج بنات المسلمين يا رب، اكرم بنات المسلمين يا رب، اللهم امين. بصوا يا جماعه، الزواج رزق، وما عند الله لا يؤتى الا بطاعته. اعمل طاعات بالله سبحانه وتعالى يا رب يا رب. فرح كل نساء المسلمين يا رب بحق حبك في رسول الله، بحق هذه الليله المباركه، بحق هذا المطر الكريم من عندك يا رب، حق هذا الغيث والسماء المفتوحه يا رب. اقسمنا عليك بك يا رب، يا فتاح يا رزاق يا رب، يا كريم يا رب، يا فتاح يا رب، يا ودود يا رب، يا ودود يا لطيف يا رب، يا خفي الالطاف يا رب. ألطف بقلوب نساء المسلمين يا رب، ألطف بيهم، ارزقهم الهمة، ارزقهم العفة والطهارة والزوج الصالح بحولك وقوتك. ما جاش الزوج تزوجي وتخيري ما بين الشهداء. شوف انت عايزة مين، شوف انت عايزة مين في الآخرة، براحتك اختاري براحتك. انا بقول لك اهو النقطة رقم 2، اجيب العريس وادعي. طب انا عايزة من امال لحد اخر الوقت ادعي. طب اقول لكم على حاجة، انا اعرف اخت حد من الناس يعني جاي عن طريق حد، يعني انا اعرف الاخت دي فهي تعرف حد من طرفها، هي عندها 51 سنة. قال بشرى 51 سنة وزوجناها، وتزوجت حد كانت بتعيط وتقول تزوجت بكر، يعني هي كانت بكر لحد 51 سنة. وسبحان الله اللي الراجل اللي تزوجته يقول فيها كل المواصفات اللي انا عايزها. عايزها كنت اقول يا ربي انا سن كبير، ومين هتوافق بيا، ومين كذا، وانا ارمل وعيالي كبار ومتجوزين، ومين هيوافق بيا، بس انا مش عايزها واحده عاديه، يعني مش عايزها واحده سبق لها الزواج، عايزها واحده كده. بس انا عارف ان سني هيجيب يا ارمله يا مطلقه، ويرزق ربنا انها تكون بكر وفي السن ده. فكنت بتتبع معاه ايه الاخبار وكذا، وعمل فيكي حاجه كلميني، وانا حم امك هنا، وانا حماته هبهدله قوليلي. قالت لي والله نعم الرقم، نعم الزوج، والله في كنت اقول يا رب عايزه حد عاقل وحنون وهو هكذا. وليس ذلك على الله بعزيز. اول دعاء، رب اني لما انزلت الي من خير فقير، دعاء سيدنا موسى. رقم 2، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، دعاء رقم 3، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ينفع نعمل كده؟ خدنا بالأسباب ودعينا رب الأسباب. طب ناخد بأسباب الدنيا، تعالي. إيه المشكلة إن يبقى ليكي مثلا أخت أو حد كبير مثلا، أو حد أنت تأمني له شخصيا نفسيا؟ طبعا عشان كده بقولك أختك، يعني هي لا تبقى حريصة عليكي، وتروح والله في المقرأة الفلانية، تروح لمديرة المقرأة، والله عندي أختي في مواصفات كذا لو جالك عريس مناسب. روح للناس الصالحه مثلا في مكان، والله قولي والله انا واطلب الزواج والعفه، ويا رب ادعوا لنا. لان انا من ساعه ما قلت عارفين والعين راشقه في الابلكيشن، ما ادعوا انه هو يتم، لو تم والله اجوز بنات المسلمين كلهم ان شاء الله يا رب. لان انا اخشى من اي، انا ما امنش واحد بيقول لي طب انت عندك ابلكيشن فلانه وفلانه، قلت لهم انا ما اعرفش ولا اعرف الحاجات دي ماشيه ازاي، انا عايزه البنت اللي تبعت لي وتقول انا مواصفاتي كده تبقى امنه، الكلام اللي كتبته امن، وعمر التواصل ما يكون معاها، التواصل تجيب رقم ابوها رقم اخوها، ويجي العريس اللي شاف المواصفات مناسبه له او هي شافت المواصفات مناسبه ليه يتواصل مع الراجل. هي بره الليله عايز يشوف قاعده فيها، يخش زوم وابوها موجود واخوها موجود، ده اللي انا عايزاه. ده نصح، ادعوا ان ربنا يتم علينا ابلكيشن ده، ادعوا اللهم امين. فانا عايزاكم اخد بالاسباب، اشوف حد صالح. سيده خديجه، نيجي سيده خديجه جت جاريتها وقالت لها، قالت لها محمد، قالت لها اذكريني عنده. مين سيده اعمال تحط رجل على رجل كده وتختار؟ ولكن اختارت من التقي الصالح ربنا، وهي ايه ارمله ام كبيره في السن 40 سنه وهو كان 25 شاب حليوة عليه الصلاه والسلام، وتزوجته. ليس ذلك على الله بعزيز، ليس ذلك على الله بعزيز. فانا عايزاكم ما تيأسوش، ناخد بالاسباب وندعي رب الاسباب ونحتسب الاجر. تزوجي من الشهداء، والله ووالله وكله بقدر الله، لعل الله سبحانه وتعالى يعلم ان هو ده الخير ليك. يمكن لما تتزوجي تضغي تنسي الصلاه، وبنشوف كتير تنسي الصلاه وتنسي كذا، وتبقى مشغوله في غم زوجها ونكد زوجها وكذا، وتبعد عن الطاعات وهكذا، وربنا لا يرضى ذلك. يمكن ما يحصل امر زي دوت، تبص لا والله اعرف بنت جميله
وانا بقول لكم اهو انا ست اهو بقول لكم عليها، هي جميله قلبا وقالبا وشكلا ومظهرا، شعرها قد كده والله ما بارك، ويعني على الجمال اللي عيوني اللي مش عايزه اوصف اكتر من كده، بس جميله جميله شكلا وبيضه واموره وعسوله والعينين والبتاع. مستوى اجتماعي، مستوى ثقافي، مستوى اكاديمي، انا بقول لكم اهو، مستوى مادي، كل حاجه فيها حمله لكتاب الله. عندها 50 سنة، عندها 50 سنة. انا لو بناخد بالاسنان نقول طب دي لحد دلوقتي ما اتجوزتش ليه؟ وجيب من البدايه هي محدده هي عايزه ايه؟ مش اي حاجه، مش اي كلام، ونقعد بقى والطلقات ومحكمه الاسره لا لا. فمش عايزاكي تزعلي، تقبلي بشريتك، طب تقبلي احتياجك. الناس السمجه والناس السمجه اللي بيقعدوا يلسنوا عليكي ويعملوا عليكي، كلميهم وقولي لهم والله يعني وانا والله اني زيكم، والله انا كمان نفسي زيكم كده ان انا برضو اروح واتزوج. ندعو ربنا سبحانه وتعالى. يا خالتي لو حصل يا طنطي ويا خالتي هتبقي اول اللي عارفين، ما تقلقيش انا عارفه انك هتفرحي. لكن ما تستجيبيش ابدا ابدا، ولا تحزني ولا تزعلي، واعلمي ان صبرك ده مش عند ربنا، والله ياجرك الله عز وجل، والله يعطيك الله عز وجل من فضل. انجحي في الاختبار، الزواج هدف تكتيكي قصير المدى لتحقيق غاية أكبر هي رضا الله عز وجل. فلما الله عز وجل يرضى بده بس حاجات كتيرة. جه بالمواصفات ترضون دين وخلقه على الراس، ما جاش بالمواصفات ألف نهار مبروك. ما ممكن يكون جايبه مواصفات بس ما تناسبنيش أنا كشخص، ممكن يكون فلالي وزي الفل بس ما لا يناسبني، وفي صدمات زي ما حكينا امبارح. ده كله جوازة والسلام، لا أعيش في شبح العنوسة واكتئب لا، تقفلي على نفسك وتتقوقعي لا، اتركي الأبواب أبواب الخير. امتى أسماء الماسنجر تصلح ايه ده؟ يلا ناخد أول مشاركة إن شاء الله، عشان مش ناوية أطول النهاردة عشان بتعب بتعب خالص. هناخد مشاركة من هنا ومشاركة من هنا بإذن الله. يلا بينا. معانا مين؟ أم دارين. يلا يا أم دارين حضري نفسك بسم الله. ناخد أم دارين من هنا بقى، هضطر البس النضاره عشان اقرا تعليقاتكم. ما شاء الله عليا، ما شاء الله عليا، يا حلاوه. وشكلي ايه بالنضاره يا بنات؟ يلا بقى 50 سنه لا شكل ولا مشاكلش، المهم ربنا يرضى. خلاص بقى ارجوكي رد عليا. طب بس طب بدي اخد رايك. طب بدك تاخد راي. انا اسمين روز، روز محمد بتقول انا بدي اخد رايك. انا عند اهلي بسبب الزلزال في تركيا، وبيتي كان في هطاي اسكندرون، واهلي بعنتاب. طيب كلميني يا روز. ماشي، انت هنا، انت هنا فين؟ طيب بيتي كان في هطاي، وطب هطاي كلها وقعت، واهلي بعنتاب، بغزي عنتاب، غزي عنتاب برضو فيها بعض البيوت والحاجه كذا. طيب سؤالك ليا ايه يا روز؟ انا هدور على بقيه السؤال. قولي لي سؤالك ليا ايه. ها مين معانا هنا على اللايف؟ ام دارين السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام دارين يا هلا ويا غلا. زي حضرتك يا دكتوره. يا اهلا يا اهلا، منورانا. بتكلمينا منين يا ام دارين؟ من القاهره. ناس سلموا لنا على القاهره. راي رمضان في القاهره ايه؟ انا من الشرقيه. لا انا مش شرقيه، مش شرقيه. الشرقوه بقى، الشرقوه وجمال الشرقوه. الشرقوه هنا عندنا دوله، دوله عاملين دوله الشرقوه. وبصي مش عايزه اقول لك الافطار بتاعهم عامل ازاي. بقول لهم انتم مسيطرين في كل حته، مسيطرين في كل حته. ايوه الحمد لله، ربنا يبارك فيكم يا رب ويكرمنا واياكم ويجمعنا على الخير. عايزه تشاركي معايا بايه يا مديره؟ انا عايزك الاول تدعينا، تدعي لنا براحه البال. بنتي عندها 8 سنين بتحبك قوي وعايزه تكلم حضرتك. اهلا اهلا اهلا. اسمها ايه؟ دارين. الو يا اهلا دارين. يا دارين يا عسوله يا بحبك قوي يا دكتوره. يا اختي ده انا عايزك تدعيلي. يا هدعيلك. عايزانا ادعيلك بايه يا دارين؟ عشان اكون شطوره. بنتي تبقي دكتوره، تبقي دكتوره عسل وسكر، ويجعلك يا رب ذخر الاسلام والمسلمين، ويفرح بك الرسول يوم القيامه. صلي يا دارين اهم حاجه، واحفظي القران. انا بحفظ القران. الله الله, الله. هتسمعينا حاجه من القران يعني؟ هتختم الجزء الاول ان شاء الله قريب، بقى لها جيب لها هديه. بقول لك اهو اكيد ان شاء الله، ان شاء الله اكيد باذن الله. يا حبيبتي ربنا يبارك. عايزك اللهم
تاني، ادعي لأختي بالزوج الصالح، أنا بتتكلمي عن الموضوع، ادعي لها وادعي لنا براحة البال والستر بالصحة. أنا مبسوطة جدا إن أنا كلمت حضرتك، كان نفسي من زمان أتواصل معاكي وربنا أكرمني النهاردة. على راسي يا حبيبه قلبي، ربنا ربنا يبارك يخليك، فيكي، تسلمي، وشكرا لمشاركتك، اللهم ويا آمين، رب يرزق اختك الزوج التقي الصالح هو وكل بناتنا المسلمين يا رب، اللهم ويبارك لك في آمين يا بنتك رب. ويجعلها من خيري الدنيا والاخره، يفرح بها النبي عليه الصلاه. ادعي لزوجي والله بنتها يعني جميله، تعبتني قوي يا بنتها رب. جميله الدارين، وادعي لزوجك ده، انت زوجه صالحه قوي، ربنا يكرم زوجها ويجعلهم الصالحين ويجعلك اللهم افضل آمين امراه في عينه. شكرا ليكي يا ام اللهم دارين، آمين يا وشكرا رب. مع لمشاركتك السلامة، معايا. مع السلامة مع حبيبة قلبي، مع السلامة، السلامة مع يا دودو يا السلامة، جميلة، مع السلامة يا حسن، ربنا يبارك فيكو وفي زراريكو وفي عليك، اللهم امين يا رب. خلينا ناخد حد من هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. ام الغوالي استعدي يا ام الغوالي، يلا بينا. السلام عليكم. احنا باوروبا، ماشي باوروبا، فين في اوروبا والزواج صعب، كيف بدك شوف الشاب السلام من كلامه. عليكم. عليكم السلام يا ام غوالي، خليكي معايا ثانيه، رد على ريماس بتقول هي في اوروبا. انا ان شاء الله باذن الله هعمل لكم حلقات قريب على البنات في الغربه، كنت عايزه اعملها شبابنا في الغربه، بس قلت لا اخليها حلقات خاصه بالبنات في الغربه، منها السؤال بتاعك ده يا ريماس. فعلا فعلا فعلا، يا اما بتتزوجي عن بعد فما بتبقيش عارفه يا كذاب يا صادق يا عامل ازاي، يا اما مفيش فرص كتيرة، يا إما اللي بتوع المركز الإسلامي هتروحي سبت وحد تشوفيهم، يا إما حد بقى زي إحنا هنا مثلا الشرقوة عاملين، الدمايطة عاملين، المنايفة وجمهورية المنوفية هنا عاملينها عاملين، فكل واحد بيحاول في المحيط اللي حواليه. إن شاء الله انتظري، هعمل لكم حلقات قريب نقول إزاي نكتشف وإزاي نعمل وإيه الوسيلة اللي نعملها وإيه التسهيل اللي ممكن في بلدنا أو في الوطن العربي عندنا، لا ما ينفعش ولازم لها يعني ضوابط معينة، وإيه الضوابط تبقى برضو ضوابط شرعية، بس في الغرب أمشيها إزاي. انتظر إن شاء الله. مرحبا بيكي يا أم الغوالي، يا أهلا وسهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بتكلميني منين يا أم الغوالي؟ من العراق، متابعتش من العراق. حبايبي حبايبي بتوع العراق، ربنا يبارك فيكم يا رب، الجالية العراقية هنا ما شاء الله عليها، الله يبارك فيكي. الله يسلمك. دكتورة أريد تتحمليني شوية، لأن صار لي هواية أريد أحكي وياك بس ما قاعد أقدر أوصل لك. الحمد لله وصلت على خير، يلا بينا احكي. الحمد لله الحمد لله. عندي كم سؤال. تفضل. أول شغلة، أنا عندي طفل توفى عمره 10 سنوات، يا حبيبي كان مريض. مريض، فشل نخاع، جسمه يعني ما ينتج الدم، نعم. بس هو كان يتحرك وكل شيء ما بيه، بس سبحان الله يعني ما أعرف شلون ظهر له هذا المرض. تمام. المهم، أول شغلة، هل يتحاسب بالقبر؟ طيب ثاني سؤال. الشغلة الثانية، لحظة الوفاة مالته كنت بالمستشفى وياه، هو ظل سنتين تقريبا بالمستشفى، يعني شوية متأذى بيها. الدكتورة رادة تسوي له إنعاش على جهاز الكهرباء، نعم. فأني وأبوه رفضنا، يعني ما قبلت، أي أحس بالذنب، ما اعرف اقول ساعات المفروض اني اخليها تسوي له انعاش، وقلت لها لا ما اريد يتعب اكثر من هيك، لانه ما له علاج، هو علاجه الوحيد انه يكون له متبرع، واخوه طلع مطابق 100%، طيب بس لازم عمليه بتركيا، ما ماده ماكو لانه غاليه حيل كانت العمليه. فاني يعني الحمد لله قلت إذا الله كاتب له إنه يعيش فراح يعيش، وإذا الله ما كاتب له راح يعيش ما أريد يتبهذل بالإنعاش. فرأساً من رادة تسوي له جهاز قلنا لها لا تسوي له إنعاش. تمام. وأبوه قالها إنه هو توفى، كانت تقول له دماغياً إيه، بس مجرد إنه قلبه ينبض. فظليت يعني ما خليناها تسوي له، ظليت ادحق عليه الى ان يعني اشوف القلب، حسيت بالنبضه من اكو يعني عن طريق الرقبه يبين النبض مال القلب، فالى ان توقف قلبه. احس انه المفروض يعني ما اعرف، احس بالذنب بهذا الشيء،
الشغلة الثانية لما نتوفى ما استرجعت، يعني ما قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. أني أذكر يعني أنا ما صيحت أو ما بكيت، أذكر إنه أني يعني قلت شي بذكر رب العالمين، بس ما أعرف شنو قلت بذاك الوقت ماشي يعني، بس المهم هو إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب تمام قلت يعني إنه اللهم أعني على مصيبتي، ما أذكر بالضبط. من ذاك الوقت أنا أحاول ما أبكي، يعني هو صار له سنة من توفى، أحاول ما أبكي، أخاف أتذكره، أحاول ما أتذكره، أخاف أشوف الصور مالته، أخاف أشوف، انطيت كل شيء يخصه، أخاف أشوف الفيديوهات، يعني تعرفين كل أم تصور فيديوهات طفلها، تمام. هو توفاه فأحاول الله إنه ما بقاله قد أتذكره ايه يا ام حتى لا الغوان؟ ده بقاله قد ايه توفاه الله؟ بقاله سنة قد سنة. طيب تمام سنة بالضبط. أي تمام، خليني اجاوبك على الثلاث اسئله دولت وابشري بالخير. اسمعيني اسمعيني، وادعو الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك تسلمي، وقلبك للي انا هقوله. ما احتاج تشوف سؤال النوم، بس اذا تسمحي لي ما اعرف اذا تريد تجاوبين اول او تسمعين السؤال الثاني. طيب تمام، قولي قولي السؤال. اي انا عندي ولد وبنيه هسه موجودين وياي، البنيه عمرها 19 سنه نعم والولد عمره 16. بنتي منتقبة من عمر 10 سنوات. يا حبيبتي يا حبيبتي، هي يعني شلون اقول لك، هي اللي رادت، كانت حيل صغيرة تمام. بس هي شافتني انه انا منتقبة، فوالدها قال ما طول هي رادت وشي صحيح خلاص خليها. اوكي صراحة اللي داير مدايري من اهل اقارب يعني دائما يقولوا لي لا وحرام وما يصير، انه هي ما مسوية شي غلط. فاهمة قصدك. ولي حد الآن هسه هي عمرها 19 سنة، حتى بالمدرسة يعتبروها شلون المنبوذة، هي ما هم هذا الشيء بصراحة. هي حاضر تقول آني خلاص آني ما طول آني على طريق صحيح فما يهمني، طب اسمعيني بس تدرين الكلام أحيانا. اسمعيني، ويا ريت بنتك تمام تسمعني في الكلام اللي انا هقوله، وادعو الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك يا رب وقلبك للي انا هقوله. اسمعيني يا ام الغوايه، جزاك الله خير، وياك يا جزاك حبيبتي الله خير. وياك. اولا ابنها توفاه الله وكان مريض وتوفاه الله، وهي يعني كان المفروض يتحط على جهاز انعاش، قالت للدكتوره لا، ان كان ربنا رايد له خير رايد له كذا خلاص. الامر ده هي تحتاج فيه تحس بتأنيب الضمير؟ لا خلاص، هو يعني ربنا قدر له وقت معين، وانت نجدتيه من حاجات كتيره، وفعلا موضوع النخاع والحاجات دي يعني مات سريريا، ومات القلب وقف والقلب خلاص الاجهزه، يعني لو تشال القلب هيعمل، لا خلاص مفيش ذنب. ما استرجعتيش وما قلتيش استرجعي دلوقتي. مش قادرة أسمع كتير جدا جدا، بيقعد بالسنتين وبالتلاتة ما بيبقوش قادرين يسمعوا أو يشوفوا كده. يعني أنا أعرف زوجة شهيد لا تستطيع سماع صوت زوجها، ولو سمع صوت زوجها هيغمى عليها. يعني محبة بحب، لكن يعني أعمل إيه بقى؟ ساعة ما أفتكر وأشوف واحدة بتجيب فيديوهات لعيالها وأعمل كذا، أعمل إيه؟ جري جري، هقوم جاية رايحة دعياله، أدعي له واطلع له صدقه، وخير الصدقه سقيا الماء، خير الصدقه سقيا الماء، اعمل له بير ميه، اطلع له صدقات في افطار في رمضان تصل له. طيب هو كده في يحاسب والله ما يحاسب، 10 سنين لم يبلغ، ده يا هناك ويا سعدك، وهو الان مع سيدنا ابراهيم يحفظ كتاب الله عند البيت المعمور، ولن يدخل الجنه الا بابويه. الحمد لله يا رب، لك ما اعطيت ولك ما اخذت يا رب، راضيين يا رب، اكرمه فينا يا رب، وطلعي له صف. شكرا. ده السؤال ده، بنتك اللي لبست نقاب من 10 سنين وبيبهدلوها بيتريقوا عليها، يا هناها ويا سعدها بالعفه والطهاره، وقولي لها كده، انا اهو دكتوره هلا بقول لك. يا بنت ام الغوالي يا غاليه، يا بنت الغاليين، يا اللي حطيتي نفسك جوهره مصونه من الصغر، ابدا لحمك غالي ووشك غالي وجسمك كل حاجه فيكي غالي، وانت صنطيها وتأسيت بنساء المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت على خطاهم. أدعو الله سبحانه وتعالى تحشري معاه. للناس اللي هم بيقول لهم خليه خليها تقول يلا يا جماعة يلا تعالوا يا حبايب تعالوا قولوا قولوا، عايزين تتريقوا اتريقوا كمان، وهتقولي حسنات يلا حسنات ما تعبتش فيها وجايه لي كده، اكتب يا ملك الحسنات. بس هي تبقى ثابتة
وهي تبقى حتى دماغها في الامر ده، انا اعمل خير انا. اه تمام، في بيقول لك ايه، اصل اتنين قالوا فرض واتنين قالوا سنه. يا ستي عملت السنه، انت مالك؟ واحده عايزه درجه اعلى، انت مالكم؟ هي منبوذه مكازي، هي عند الله ايه؟ وتدور وتدعي ربنا، يا رب هات لي اللي شبهي، يا رب هات لي اللي شبهي، يا رب هات لي اللي معايا في نفس البتاع. واكيد هتلاقي بنات كتيره، عارف بنات كتيره جدا جدا اهلها مش راضيين يلبسوهم النقاب ومش راضيين يلبسوهم الحياه. يا ستي انت هتلاقيهم وهتلاقي معاهم، وربنا يرزقك بيهم يا رب. وادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالعفه والطهاره، اللهم امين. ناخد حد تاني من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما يتعامل معايا هو انا ايه هجيبكم على طول. محمد فتحي، ادعي استعد يا محمد. مش عارفة بيديني حاجة مش صح. طيب محمد فتحي، عمرو خالد، دول اللي ظاهرين عندي اهو. مين تاني؟ عمرو استعد، يلا انيبل. تمام، خلينا ناخد حد تاني. وجيهة ابراهيم، وجيهة استعد يا وجيهة، اهو بعتلك. يلا لو سمحتي يا دكتورة اطلع جس، ان شاء الله هاخد حد من هنا وحد من المرة الجاية تدور عليكم، ما تقلقوش. دكتورة كيف اتواصل معاكي؟ عندك التواصل موجود، كل الحاجات الخاصة بالتواصل والارقام موجود، ذا جس ديكلاين. تمام، خلينا ناخد حد تاني. ها علا، علا ياسين، يلا يا علا. السلام عليكم. انا خايف من الزواج، انا اخاف انه اخاف من الزواج، كيف اتخلص من هذا الشيء؟ اتجوز شيء جميل. ما تسمعوش الكلام للناس اللي بيقولوا لكم قلب مكسور، انتوا يلي قلب مكسور. الزواج شيء حلو، ما تسمعوش للناس اللي بتقعد تقول لكم لا ده الزواج كذا والزواج وحش، وفي ما بيقولوا لكم المشاكل، لكن لما بيبقوا زي الفل متصالحين ما بيقولوش الكلام ده. الله سبحانه وتعالى يرزق كل البنات وكل الشباب يا رب بالازواج الصالحين التقيين، قولوا امين. معانا مين؟ علا ياسين، السلام عليكم يا علا. وعليكم السلام، ازيك يا يا دكتورة؟ اهلا يا اهلا. تكلمينا منين يا علا؟ بكلمك من طنطا. يا دي الحبايب ويا دي الغاليين على طنطا وجمال طنطا. انا عايزه اقول لك بعت لي فيديوهات بقول لهم ايه دي؟ طنطا اتغيرت 8 سنين يعملوا كده في طنطا، قالوا لك بقى شرف نزلت النحاس وطلعت النحاس وميدان ما اعرفش فين وكاميرات. قلت لهم لا لا لا، ايه الجمال ده؟ لا احنا اوروبا بقى، بين اوروبا. ربنا يبارك فيك يا حبيبة قلبي ويجعله يا رب كده. يلا فكرتيني فكرتيني. يلا قولي لي عايزة تشاركي معانا بإيه يا علا؟ يعني في الأول أنا بحب أعتذرلك عن إيه يا توت؟ من شهرين بس كده، يعني إيه، كنت واحدة تاني خالص. آه فكنت يعني مثلا لما ألاقي فيديو لحضرتك في صفحات كده بتبقى كاتبة إن أنت ضد النساء بقى ومش عارفة إيه، فكنت بدخل، كنت بضيف مع الزيتين، يعني كنت أدخل أكتب كومنتات وحشة يا توت انا مسامحاكي مسامحاكي ولا حرج. بس دلوقتي الحمد لله طبعا ما كنتش بصلي خالص، ما كنتش مقربة من ربنا ولا قراءة قرآن ولا أي حاجة. دلوقتي الحمد لله الحمد لله يا رب، ربنا يثبتك بأي نعمة. احلى خبر، احلى جملة قلتيها، انتظمتي في الصلاة. ما بفوتش فرض وقيام ليل والحمد لله. الله يبارك فيك يا علا ويكرمك ويجعلك من مقيم الصلاة يا حبيبتي، ويجعلك على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. أحلى جملة قلتها لي. الحمد لله يا رب، الحمد لله. وبحفظ القرآن دلوقتي وباخد دروس تجويد. الله 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 الله، الحاجات دي بتفرحني جدا. الله يبارك فيك يا بنتي، الله يبارك فيك وعليكي وحواليك يا رب. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. أنا بس عندي سؤال يا دكتورة، أنا لما بصلي في كل صلاة تقريباً بفتكر يعني حاجات من اللي فاتت في كل رقم، سلام. فاهماني؟ يعني ببقى بصلي كده فجأة افتكر نفسي مثلا في ذنب معين، بتفتكري اللي فات. طيب تمام، في صلاتي وانا بصلي على طول بفتكر يعني الحاجات من الذنوب اللي فاتت وبستغفر ربنا في وقتها، يعني استغفر الله العظيم يا رب. ركعة على طول بفتكر كده، على طول بفتكر الذنوب اللي فاتت. فاهماني؟
طب اسمعيني اسمعيني، هقول لك حاجه تحفه جدا. وقبل ما اقفل معاكي، شكرا ليكي ولاتصالك ولصراحتك، يعني المكالمه ديت انا هحطها نبراس لكل بنت، لا تحقرن من المعروف شيء، اسمعوا الخير ولا حد يمنع نفسه من الخير. شكرا ليك يا علا، وهجاوبك على موضوع الصلاه ده. شكرا ليك يا حبيبتي، شكرا ليك. انا عايزه اقول لكم على حاجه، كل سنه كده مني اجاوب على علا. علا بتقول لي ان هي من شهرين ثلاثه كانت بتكره حاجه اسمها لا سمير، ويقعدوا بقى اي بص طالع دي ضد النساء فتقعد تشتم فيا وهكذا، وانا مسامحاها مسامحاها ومسامحه كل البنات حبايبي. اللي ما يعرفش عن حد بيجهله، فلما اجهله احاربه، فالانسان عدو ما يجهل. لكن ساعه ما اعرف، شوفي لمس الامر ده اللي يعنيني بقى، ده اللي يفرحني يا علا، ان قلبك لمس حب الله عز وجل، حب الصلاه، حب القران، وانك تتصلي ويبقى عندك شجاعه ادبانك تقولي انا كنت بحط كومنتات شتيمه فيكي وانا دلوقتي يعني سامحيني وانا بعتذر، ولا الكلام ده، ولا في بينا الكلام ده، ولا عايزه اي حد يعني، ولا الحاجات دي. ادعو الله سبحانه وتعالى يجمعنا على الخير مع النبي عليه الصلاه والسلام. كل فتره كده يجي لنا حمله كده من سين وصاد، وناس ملتزمه، يعني انا استغرب ان الحملات بتيجي مثلا من صفحات ملتزمه او صفحات تحسبوا على الدين، ولكن لهم فكر معين. قال سمير الضاله المضله، قال فاسقه المش وضد النساء، وتدعو النساء للقعاد في البيت، وكانت عايزه تنزلي تخرجي للعمل، اخرجي بضوابطك، اي قعدوكي في البيت. نقول مثلا قعد الحريم في البيت وبما يتناسل، لو هي ارادت تقعد بقى تعمل الجاكوزي والحاجات التحفه في البيت، وهاتوا نص مرتبها تدول الزوج، حلو جدا، طول البيت او تدهولها وتقعد في البيت، ما فيش مشاكل جدا، وتعيش بقى للسكرابات لكن بيتك محتاج وزوجك محتاج، تبقي اصيله لو ساعدتي زوجك طالما في ايدك المساعده، وهذا ما حدث معي. الاول كنت بعمل الامور كلها بقى، محاضرات ومساجد ودعوه ومش عارفه، لكن لا، جه وقت لا، احنا في غربه ولازم ايد على ايد وتسقف وتعمل وكده، بس ايد على ايد تدعي ان شاء الله. فلا لا، بس تنزلي بسمتك الست شروط لنزول المراه للعام. ويقولوا بقى مش عارفه قالت ايه، يعني كل فتره يحصل حاجات ايه كاذب كده وافتراءات، دعايه سوداء. ويبقى سبحان الله يجعل الله تدبيرهم تدميرهم، يجعل الله سبحانه وتعالى ان هم اللي بيعملوا ده بيزداد اصلا الناس، مين ده يبحثوا مين هلا سمير فيدوروا. احنا اي حد بيسمعنا بقوله، اي حد بيسمعني بقول قال الله، قال الرسول، قال الصحابه اولو العرفان، هو ده. لو بقول نظريه علميه او تربويه او سلوكيه او اجتماعيه ان وافقت كتاب وسنه على راسي ما افقدش الف سلام، ماليش دعوه بيها. وياتي الزمان وتاتي الاحداث ويبان صدق حديث وصدق نهج النبي ونهج الإسلام، وكذب ادعاءات هذه النظريات الفارغة، عشان بس نبقى فاهمين. فالله يبارك فيك يا علا، ويبارك فيك وحواليك، وأنا هخلي المكالمة دي نبراس كده هوت وعنوان، وتبقي تاخدي ثواب كل اللي إن شاء الله يلتزم بعد كده. ناخد حد من هنا جميل، مين اللي معانا؟ خلينا ناخد، والله استنوا بقى استنوا علشان خليكم هلا، ما اناش فاهمه اي حاجه في وبعدين ما شاء الله الموبايل يعني عمال، انا لا ده كتير قوي الكلام ده، يا نهار ابيض 92، لا مش هعرف مش هعرف يا سماء يا جماعه. طيب خلينا ناخد يعني ايه، ها خلينا ناخد لوزه لوزه، استعدي يا لوزه. القرآن بدون تجويد، أدرس التجويد. استني دكتورة، هل يجوز حفظ القرآن بدون تجويد؟ أنا واحدة من الناس ما كنتش عارفة إن أنا موضوع التجويد ده، حفظت أول 10 أجزاء بدون تجويد، وما شاء الله بقى الغلطات بتاعتها، بس لما اتعلمت عنيد جدا، يعني السهل اللي أنا حفظته بالتجويد كان أسهل عليا جدا من التاني، لأني كان لساني ملوق بقى، عارفة برامج جامعة أمريكية فلساني ملوق كده، واحط بقى الا من قد سفه نفسه، فتي ما فيش قد الا من سفه نفسه، يعني حاجات كده كتير. فطبعا الحفظ بالتجويد بيبقى اسهل وبيبقى افضل، وهو ده الاقرب الى الله. لكن اللي بيتعتع وما عندوش، ادعو الله سبحانه وتعالى يجعل له يا رب، اللهم امين. ناخد لوزه، السلام عليكم يا لوزه. وعليكم السلام. اهلا اهلا يا لوزه يا جميل، عندك كام سنه يا قطقوطه؟ 22 سنة. والله صوتك عنده 15 سنة، أنا باخدوعة في أصوات البنات. يا أهلا. أنا اسمي سلمى. سلمى الجميلة، إزيك يا سلمى؟ في سنة كام يا سلمى؟ خلصتي جامعة ولا تانية ولا تالتة؟ آخر سنة إن شاء الله. ألف نهار مبروك، ألف نهار مبروك، يا رب ينجحك بسلام آمنين.
والله تكلمينا يعني منين؟ أنا من بجد مصر؟ أنا من القاهرة. القاهرة. أجدع ناس، أجدع ناس، أجدع ربنا ناس، ربنا يخليكي. يبارك فيكم. قولي لي، عايزة تشاركي معانا بإيه؟ موضوع طويل شوية، وأنا بصراحة يعني كل ما بحس إن أنا محتارة فيه يعني سبحان الله فيديوهاتك بتطلع لي. أنا أصلا فتحت بالصدفة لقيت اللايف، يعني يا سبحان كنت الله، عمالة أفكر في الموضوع والله. قولي لي على الرأس. هو طويل شوية، من 4 سنين كده تقريبا كان في حد يعني تبع اختي، تبع جوز اختي يعني، كان متقدم لي وكده. مش متقدم لي، هو كان جاي يكلمني، وانا يعني ماليش ان انا اعمل حاجه من ورا اهلي، وما كنتش بحب الموضوع ده بصراحه. جدع. فبعدين واحده واحده بقى اللي هو ايه، قلت ليه لا، يعني ليه ما اجربش وكده. وبعدين شفت فيديو بقى لحضرتك كان بيتكلم على العلاقة، يعني لما بتبقى مش صح وكده. فقمت دخلت بعت للشخص ده وقلت له أنا بصراحة مش هحب الموضوع بالطريقة دي، ورحت قلت لأهلي كلهم، وساعتها حصلت مشكلة كبيرة يعني وكده. وهو حصل موضوع كبير وكان شكله يعني طلع وحش وكده قدامهم. المهم بعد فترة رجع كلمني تاني، وبعد كده قفلت برضو الموضوع. وبعد كده بقى من قريب، من سنة كده تقريبا، كلمني تاني وقلت له انا يعني مش حابة بقى الموضوع، فكرة الجواز خالص، لان كان حصل لي كذا موقف يخلوني مش عايزة يعني الموضوع كده. طيب هو لو هو صادق يا سلمى، ليه ما جاش؟ يعني هو لو هو صادق ليه ما تقدمش؟ يا جماعه انا عايزها رسمي وانا بحبها وماشي، انا اخطات ان انا كلمتها فانا عايزها واخطبها. ما هو ده اللي انا قلته، بس يعني عشان بقى ظروف ومش الظروف ومش عارفة ايه لا ما وكده. لا طيب سؤالك ليا ايه يا سلمى؟ انا دلوقتي في الوضع اللي انا فيه ده، في حد تاني متقدم لي رسمي يعني، فانا رحت قلت له. فهو قاعد يقول لي انت اللي المفروض ترفضي وانت المفروض اللي طيب وانت تتصرفي. ما لا لا استني استني بس عشان ما طب وانت ما جيتش ليه؟ طب ما تعالى عشان ارفض. يا جماعه والله بص انا هقول لك على حاجه، انا قدامي سنه وانا شاري بيتكم، وانتوا جربت اخويا هو وزدنا في دقيقنا لا في كلام بيتقال وايه رايكم وانا اجي اهو، استنوني سنه وانا والله هكرمها ولا ههنها ولا الكلام ده، يطمن الاهل يحسوا ان في راجل فعلا شاري بنتنا. لكن لا ولو هو حاسس إنه قدامه أكتر من سنة مثلا، يا حبيبتي، المهم يخش البيت ويقول لهم ظروفه هم بقى يقيموا الدنيا، ابوك يا عمك خالك اخوك، الرجاله بتفهم بعض. لكن يشتغلنا وياخو ويجي من الشباك لا. بصي يا سلمى عشان خاطر أنا أعمل إيه بقى؟ أنا أعمل إيه؟ اسمعيني اسمعيني، طب اسمعيني الاول، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك، اسمعيني وادعو الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك اللي انا هقوله. اولا جه ما جاش البيت الف سلام، اعمل ايه؟ والله انا في كذا كذا كذا، وقدامك قدامك تيجي البيت وتكلم ابي وتكلم أخ وتقول لهم ظروفك وهم كده، وانا هساعد مع والله يا جماعه احنا عارفينهم وناس كذا، يبقى في خطوه انا شريكي دخل بيت، في خطوه انا شريكي انا داخل مظبوط، لكن مش شباك من الراوتر لا. النقطه الثانيه المتقدم ده لا، بيتي بابك مفتوح، هو اديله فرصه ما جاش والله قدامك لاخر اسبوع. لا لا شكرا، اصل هيرفضه، اصل انا لسه قدامي. طيب وانت وانا واخدني ايه؟ تسليه وتعمل وقت وتفريغ شهوات لحد ما ظروفك تسمح، تاخد بقى الثانيه المحترمه اللي ما اتكلمتش. لا المفروض هو حتى داخل بيتكم يكون حريص عليكي اكتر من كده. رقم اتنين افتح بابي، جه الاسبوع جه ما جاش خلاص افتح بابي للتاني خلاص، وتيجي وتقعدي معايا وقولي كل الاسئله اللي مخوفاكي او اللي عايزه تساليها او اللي كذا، واستخيري بس خلاص. ساعة ما دخلت التاني وبتستخيري خلاص قفلتي باب الأولاني ده نهائي. شريكي يجي البيت، مش شريكي خلاص انتهينا. انتوا سامعين اللي بقول لكم عليه يا بنات؟ اقطعوا في الفخ ده، أنا عارفة إن إحنا عاطفيين ما شاء الله علينا، قلوب بقى قلوب، واللي يقول لك كده وصدقه يا ومش لا مش عايز، مش ناقصين اشتغالات، عايز خليك راجل تعالى البيت قول لهم ظروفك، وبعد كده الدنيا وافقوا وافقوا ما وافقوش خلاف كده لا يا بنات عشان خاطري لا لا لا، ما تصغريش نفسك ولا تعملي نفسك، ولا يبقى في شات بينك وما بينه، ولا يبقى في صور ولا في اي حاجه يمسكها عليك، شكرا وهكذا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يزوج كل البنات، قولوا امين. ناخد حاجه هنا ان شاء الله من مين؟ مش يعني بسمه،
أمة الله، إسراء، دينا، ها، اللي مش عايز يعمل يا جماعة من دلوقتي، عشان أنا ما بعمل بيطلع تاني الحاجة. ها سارة، سارة ديكلاين، تمام. نهال، يلا يا نهال، السلام عليكم. عبال نهال ناخد سؤال من هنا. ها لو سمحت يا دكتورة التواصل اعملوا، عايزين ابقى جس هنا وانا بشوف فبضيفكم على طول. حاضر، ربنا يرضيكوا ويرضيكوا يا حبايبي ويرضى عنكم. ممكن ادخل مع مادتك يسرى ويوسف، خشوا اعملوا اد وانا ان شاء الله اضيفكم. تمام، طيب ما دخلتش. ها خلينا ناخد حد تاني. سارة ناصر، يلا يا سارة، السلام عليكم. خديني جس، حاضر يا خلود اهو، تعالي هنا. مرمر، وانتي كمان، كلنا ان شاء الله، ان شاء الله هحاول اخد اكبر قدر النهارده. اول رؤية شرعية نعمل ايه؟ تعالي هنا، تعالي. مين اللي بتقول اول رؤية شرعية؟ الدكتورة منى بتقول ممكن نصيحة. ليه اول رؤية شرعية؟ انا خايفة بتكسف. يا اختي يا توتة يا جميلة، يا اختي يا عسولة، يا توتة انت اللي اول رؤية شرعية. بس صليت الاستخارة ومرتاحة جدا، تمام. عادي، خليكي بطبيعتك، خليكي بطبيعتك، وخلي الحوار هو يبتدي وانت جاوبي عليه، ولو عندك اسئله متخوفه منها عايزه تساليها عايزه تعمليها قوليها. خليكي طب، ما فيش احسن من اول زياره غير اللي كده. وبصي له كويس، تقوليش انا هتكسف اصل بيبص لي كل البنات، تقول لك اجي ابص له ولا ايه بيبصص لك كسل. لا يا حبيبتي بص كويس وشوفيه وهو بيتكلم وهو بياكل وهو بيشرب. الله الله، سامعين البرق والرعد بره؟ الرعد صوته عالي جدا. ان شاء الله بعد اللايف هاخدكم جوله كده نتفرج وندعي في السماء باذن الله. تمام، فده اللي تعمليه يا دكتوره منى، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعله زوج صالح تقي. تمام، نو انصر من كذا. طيب ناخد مين تاني؟ حبيبه، حبيبه، يلا حبيبه، نسيبه، حبيبه دقلي، نسيبه، يلا نسيبه، عشان هنا الناس كتيره جدا. دكتوره ليه بنات لسه ما عندهم رغبه وحاجه حقيقيه زيها الاب قاسمه؟ يعني ايه؟ مش في بنات لسه ما عندهم رغبه؟ لمار، بنات ما عندهمش رغبه، ما عندهمش رغبه في ايه وحاجه حقيقيه في للزواج، هل هي قاسمه للبنات؟ تقصد يعني ما فيش رغبه للزواج وسنهم سن الزواج، يعني ما تلاقي حد مكرههم في الليل. والله العظيم تلاقي حد مكرههم في الزواج وسنينه، واللي بيتعرض قدامه مش هيكلمتي مره بنت تقولي لا انا خايفه ورافضه عريس زي الفل، اقسم بالله ما يتوصف. عارفه لو اتفصل تفصيل كده على الفرازه ما هيجي زي اللي جاي لها ده. والله ما بارك، اللهم بارك يا بنات. رفضت ليه؟ قلت لها لا ما ترفضيش، قولوا الدكتوره انا كلمت دكتوره هاله وقالت لي واديني رقمه، ما خلوش يمشي. خايفه، خايفه من التجارب السوداء اللي هي سمعت منها، خايفه من التجارب وخايفه يحصل طلاق ودول كذا وابقى حامل والعيال وانا بقى كذا بطلع معي. لا يبقى بلاها من اولها. لا ما تخليش التجارب السلبيه اللي بيطلعوه لك على الميديا وعلى السوشيال والكلام ده المشاكل، ما بيقولكيش وقت ما بيبقوا حلوين وكويسين مع بعض. لا الزواج حلو لو انت اخترتي صح. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. يلا يا بنات بسرعه هنا علشان ها نوره، ما انا يعني هل جبتك وانت رفضتي؟ خلينا يوسف الشاعر، يلا يا يوسف. ممكن التواصل اعملوا اد اهو، انا فاتحه لكم النهارده اهو، فاتحه لكم الاد كله اهوت. يلا مروان ومحمد، يلا. ها يوسف، السلام عليكم. ام يوسف، السلام عليكم، تعالى يا يوسف يا صغير يا قطقوط انت. السلام عليكم ام يوسف. يا جماعه انتوا على اللايف، تمام. الناس ما كانتش واخده بالها انه مع اللايف، تمام. خلينا عبد الرحمن، يلا عبد الرحمن او ام عبد الرحمن اهو. دكتوره في بنات لسه، خلاص جاوبنا على السؤال ده. لمار، عرفتي اجابه السؤال؟ تمام، تواصل معايا اعملوا اد. لمار بتقول وفي سن الزواج لا مش خايفه وما سمعت تجارب سيئه بس لسه مش عايزه، هل ابقى قاسمه؟ لا موضوع القاسمه ولا مش قاسمه، بس ممكن تكوني انت لسه يعني ما شفتيش يعني الحاجات الحلوه اللي في الامر ده، فانا ادعوك. لا ليه؟ يعني عندك احتياج عاطفي؟ مش عندك احتياج عاطفي احكي مع حد، مكتفيه ذاتيا وعاطفيا ونفسيا؟ والله سنه عن النبي، اكون بيت مسلم واجيب اولاد واعلمهم القران واطلع بيهم للجنه، يعني حاجه عظيمه يعني. تمام،
ناخد هنا مين؟ فين البنات بتوعنا بتوع كل يوم؟ ها يلا يلا يلا، ما فيش حد من بناتنا هم موجودين عشان ما حدش يقول لي كده. مريم وآلاء، آلاء ام ابراهيم، يلا يا ام ابراهيم السلام عليكم. ازاي الانضمام نهال؟ تمام خلاص انا شفتك، لو طلعتي هاخدك دلوقتي. ها ام ابراهيم ديكلاين، ماشي يا ام ابراهيم. البسوا الحجاب بس، اهم حاجه البسوا الحجاب عشان خاطر وانتوا طالعين يبقوا كده. نهال استعدي، يلا يا جميل، يلا يا نهال. وفي سن الزواج تمام، طلعيني عطر الجنه، اعملي اد وانا هطلعك يا عطر الجنه. انا بغار، كلنا حبنغار يا حبيبتي. هاني احمد، انا بغار قوي على خطيبتي، على خطيبي وخانقاه. انت معترف انك خانقاه؟ يعني انت معترفه ونصحني؟ هدي قلبي يا خاله هاله. حاضر يا خاله ام هاني، هقول لك هجاوب. نهال السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور هالة، منورانا منورانا. ازيك يا نهال أنا يعسوله؟ بحبك جدا جدا جدا. حبة قلبي يا نهال يعسوله. انت بتكلمينا منين؟ من مصر؟ أنا عايشة في القاهرة بس أنا من نوبة. الله الله، الناس بتوع النوبة دول ناس جمال قوي، ناس على الفطرة الله على يخليكي. الفطرة. ما اتعاملت حد منهم فيلا ومروة حمدي قاعدة سمعانا هنا هتعرف اهو، ناس على الفطرة تماما، يحبوا الله عز وجل، يحبوا الفطرة السليمة بدون حاجة، يعني مش شرط يكون مثلا ده متدين بقى لا لا لا، فطرتهم تحب الله عز وجل. أدعو الله سبحانه وتعالى يجمعنا انا خليك بيهم يا دكتور هاني. الجنة. حبيبة قلبي يا نهال، خريجة ايه يا يا دكتور نهال هاني ولا بتدرسي ايه؟ انا خريجة فنون تطبيقية، انا مهندسة ديكور. حبيبة قلبي، الله ايه الجمال ده، ايه الشياكة دي، ايه الله ايوه كده. يخليك. حبيبة قلبي ربنا يفتح بيك يا رب. عايزة تشاركي معانا بإيه يا نهال النهاردة؟ انا عايزة حضرتك تدعي لمامتي عشان هي عندها كانسر بقالها 2 سنين، وهي الفترة اللي فاتت نفسيتها تعبانة وكده، فمحتاجة دعائك ليها جدا. يا رب يشفيها لك وكل اللي معانا على اللايف شفاء لا يغادر سقما يا بنتي، وربنا يا رب يجعل في هذه الأيام المفترجة والساعة المباركة شفاء لا يغادر سقما، وخليكي يا معاها رب. وجنبيها وطبطبي عليها. انت الحبيبه، البنت دايما يا بنات بتبقى حبيبه امها. الله سبحانه وتعالى يجعلك بلسم كده وبرد وسلام عليها، اللهم امين. وعايز حضرتك تدعي لي لان انا من فتره كنت بلبس بنطلونات وكده وانا مليانه شويه ومتضايقه، يعني ما بلبس واسع بحس ان انا بتملي اكتر فنفسيتي بتتضايق، فانا جبت حاجات بس كل فتره وبرجع لبنطلون تاني، هو بنطلونات واسعه بس بكون مخنوقه، انا عايزه البس احسن ومش عارفه. هقول لك على حاجه تحفه جدا. اولا اسمعيني، يعني اولا جزاك الله خيرا على المشاركه وربنا يبارك فيك يا رب. واسمعيني، موضوع اللبس كلما تسترتي ازددت تقوى وخير، وابدا ما تركت شيء لله الا وابدا، والله والله ولا بناطيل، وبدال بناطيل بينك مكعبره اكتر. لا انا عايزاك يا اموره وعسوله، عندك الدريسات وعندك الاتنين، يعني في دلوقتي ده داخل بيبقى حاجتين في بعض بلونين مختلفين، وبيبقى بشكل دريس حلو جدا وبرده واسع مش كذا، وفي نفس الوقت شيك. غالي شويه صحيح، هنضيع المرتبات عليهم، بس شيك. عندك براندات في مصر كتير، عندك موضه لولفا، وعندك فاطمه، وعندك البنوته العسوله الدكتوره اسمها بتاعت البس واسع، عندك براندات جميله جدا جدا، وفيهم تفصيلات تحفه 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 تحفه. إيه، دوري على الحاجات دي اونلاين، ودوري على الحاجات اذا كانت الحاجات بتاعت مصر ساعات بنجيبها هنا اصلا. إيه، لكن ما تستجيبيش لموضوع البناطيل دي، موضوع البناطيل ده بيقلل من انوثتك ومن طاعتك ومن درجاتك. ما تزعليش مني، انت حبيبه على قلبي يا اهل النوبه انتوا يا عساسيل، بس انا اريد لك الخير. وبكره فكرك، والله والله ما تشبثتي بامر يرضي الله الا ويرضيك ربنا. ادعو الله سبحانه وتعالى بحق هذا اليوم المفترج والساعه الجميله تكون ساعة إجابة يا رب، يمن عليكي بالهدى والتقوى والعفاف والغنى يا نهاية. اللهم يا أمين. رب آمين. سعدت بيكي، آخر حاجة عايزة أقول لحضرتك، أنا وسلامي نفسي لكل في يوم حبايبك من الأول. الأيام، قولي لي أنا نفسي في يوم من الأيام أبقى زي حضرتك، يعني هتبقي كذا أفضل مرة أدعي كده يا رب يا يا رب. رب يجعلك أفضل مني، ورب يجعلك عند ربنا من المتقين الأخيار، ويجعلك حبيبة لرسول الله يا بنتي صلى الله عليه وسلم، وتبقي يا كده رب نبراس للإسلام والمسلمين. اللهم آمين. يا رب، سعدت شكرا لحضرتك جدا وانبسطت.
السلام. باي، سلام. شكرا، شكرا ليكي. يلا ناخد حاجة من هنا وتعالى موريكو، يلا الدنيا اللي بتشتي بقى عشان ندعي في البلكونة احنا وانتو. مين؟ يا سلام ما شاء الله، ولا انا شايفة اي حاجة. طيب شيف داليا، يلا يا شيف داليا، السلام عليكم. ها ما جاش. طيب مين اللي جه؟ انا اتكيت على مين؟ ربنا يستر. اتكيت على حد هنا اهو. سما، سما مدحت، السلام عليكم يا سما. وعليكم السلام. انت ابو سما ولا اخوها ولا زوجها؟ انت زوجي. زوجك. السلام عليكم. راجل يعني، بصي نخش الاول الراجل لازم كده، عارفه انت الراجل اللي يغير. انتوا مين؟ ازيك يا سما، كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم عليك يا حبيبتي. وعليك يا دكتوره، يا رب يا رب. كلمينا منين؟ من مصر يا سما. من بورسعيد يا دكتوره. الله، انا تبع حضرتك من زمان. الله الله، جدتي اخوها من بورسعيد، رحت بورسعيد دي ما مره شاء الله. وانا صغيره، ولكن اهلي كرم جدا، اهلي كرم يعني، منين ما تروحي حبيبتي تك 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 جميع انواع الاسماك موجوده. حبيبتي يا دكتور، الله يبارك فيك. شرفينا انت بس يا دكتور، شرفينا ان شاء الله. ان شاء الله يا روح مصر. ان شاء الله. ان شاء الله. عايزه انا تشاركي معانا ليا بايه؟ سؤال، اتفضلي. عايزه اسال سؤال هو مهم جدا. انا بشتغل، انا دكتوره تحاليل، وطبعا طبيعة شغلي بتعامل كتير جدا مع رجال. فحضرتك ذكرتي من شوية الشروط الستة، فأنا كنت عايزة حضرتك تشرحيها باستفاضة، وعايزة أعرف أنا لأي مدى ممكن أتعامل أو يكون، لأن طبعا حضرتك عارفة طبيعة الشغل باستدامة، يعني ممكن على الواتساب طول الوقت لأوقات متأخرة، مثلا ممكن يتصل تليفونيا، طبعا نتائج مرضى الحاجات دي طبعا متبقاش، وفي نفس ذات الوقت عايزة أبعد عن الحرمانية. حاضر، أبشري. تمام حاضر، يا رب. أبشري بالخير، وما تنسيناش من الدعوات، وسعدت بمشاركتك. اسمع الإجابة. أشكرك يا دكتور، وياك، مع مع السلامة. السلامة. دكتور التحاليل وعايزة الحلال في موضوع خروج المرأة للعمل. أولا لازم يكون عمل يناسب طبيعة المرأة. رقم اتنين، لا يناقض كتاب وسنة، وطبعا مجالك لا يناقض كتاب وسنة، بل بالعكس، ان ممكن انت تغني نساء المسلمات انها تروح لراجل فتبقى انت وهي تتكشف قدامك وتعمل قدامك ده كذا يعني. دي نقطة. خروجك للعمل بالضوابط الشرعية في الملبس، لباس الحجاب الشرعي اللي كذا، اللي ما يبقاش مخالف للشروط الثمانية بتاع الحجاب الشرعي. رقم أربعة، لا يخضعن بالقول فيطمع ومميء ومش عارفة ايه وجروب الشغل وبيبقى. لا 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 لا، فيش الكلام ده، لو في حد ياخدك خاص ولا الكلام ده. انا المدير ومجموعة يعني المندوبين اللي معاه، واحد اتنين تلاتة خلاص، ونتكلم على الجروب ذات نفسه والكلام بصيغة عامة وهكذا. الاتصال في اي وقت؟ لا، انا بحدد ان انت بتعمل تحاليل في الفترة الفلانية، فانت الفترة الفلانية اللي انت بتعمل فيها التحاليل كذا النتيجة، يعني مثلا زي هنا عندنا مثلا في تركيا، يعني مثلا انت بتعمل تحاليل لحد مثلا الساعة 3 او الساعة 4، لو من لحد الساعة 2 انت بتاخد، ممكن تاخد التحاليل تستلمها الساعة 5، اخرهم الساعة 5. ما فيش وعملت بعد الساعة 4، ممكن تطلع على ايه دولة النار، يعني ايه دولة، هو مكان كده اسمه مثلا سما، دكتورة سما لها تواجد في الدولة المصرية على هذا اللوكيشن، الابليكيشن مثلا، بنفتح سما ادي ايه مثلا الامور اللي خاصة بالطب، واحد اتنين، ده فيها تحليل كذا، ده كانت كشفت عند دكتور كذا، ده كان عندها مثلا عملية كذا، ده كل الحاجة الخاصة بيك الطبية موجودة. فيبقى في وقت محدد، احنا عارفين ان بعد الساعة 5 خلاص لا يمكن هنعرف، فنستنى لتاني يوم، فالناس تنجبر او يبقى في معروف لحد الساعة 1 النتيجة تطلع الساعة 5، من بعد الساعة 1 النتيجة هتطلع تاني يوم. وقتك لحد، او مثلا في مصر لحد الساعه 9، يبقى شكرا انا واخده الدوريه بتاعت الساعه 9 بالليل، بعد 9 شكرا موبايلي بيتقفل، ما فيش حاجه اسمها كده بعد الصبح، ويبقى الكل عارف كده. ورساله تلقائي، اسمع مني يا سما، رساله تلقائي على الرقم اللي هم بيتواصلوا عليه، وخليه رقم للشغل منفصل في موبايل منفصل، معلش بقى دي زوجها اللي ردت علينا، هتلاقي موبايل للشغل خاص لوحده برقم خاص لوحده، رساله تلقائي مواعيد العمل من الساعه كذا للساعه كذا بس، وشكرا على كده. الضوابط ذات نفسها، ولا يخضعن بالقول، مناسب للخروج، الامر الاساسي في الاول وفي الاخر رضا ربنا سبحانه وتعالى فيه. وهتلاقي الفيديو دوت هتلاقوه موجود على اليوتيوب، ضوابط خروج المرأة العمل لهالة سمير. انا ايلا يعني انا هستأذنكم ان انا يعني هقفل اللايف على كده، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا. ميعادنا بكره
ان شاء الله في نفس الوقت الساعه 12 ونص بتوقيت اسطنبول، 11 ونص بتوقيت القاهره، هنطلع لايف على المنصتين باذن الله. وناخد يعني موضوع تربوي جديد او ايماني انتوا وحظكم. النقطه الثانيه نقطه ان انا هاخد باذن الله ناس يشاركوا معايا زي النهارده. اراكم على خير ويلا بينا. هاخد من الناس بتوع الفيس يطلعوا معايا البلكونه، تمام؟ مش هعرف اخد الموبايلين، فانتوا بقى بكره هطلع معاهم البلكونه دلوقتي يا شيخ عشان ندعي في الشتاء. يلا بينا، خليني اعمل كده. شفاء اتدياري يا قطقوطه عشان انا هعمل الشاشه هتجيلك. عيالي بيتكسفوا، عيالي بيتكسفوا. يلا ندعي بقى مع بعض، ندعي مع بعض بقى كده وندعي الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلنا واياكم. هحاول بقدر المستطاع ان انا ما شاء الله عليا اجيب الكاميرا كده. يلا بينا، يلا تعالوا معايا، تعالوا معايا ندعي، تعالوا معايا ندعي في السماء الجميلة دي. يلا بينا. يا ربي شتي يخطى، الحمد لله والشتاء العظيم. أدعو الله سبحانه وتعالى، يعني هو هتلاقوه باين حاجة بسيطة كده. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم، اللهم آمين. قافلين قافلين النافورة تحت، فالدنيا ضلمة تحت. خلينا ندعي كده. اللهم لك الحمد، لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى يا رب، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد أبدا أبدا، لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن. اللهم لك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون، صل على محمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهدنا بفضلك في من هديت يا رب، وعافنا في من عافيت، وتولنا اللهم في من توليت، وقنا واصرف عنا يا رب برحمتك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ذي الفضل منك وإليك، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم واصل منقطعين صلنا إليك، ولا تخزنا يا مولانا يوم العرض عليك، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، اجعلها ساعة مباركة. اللهم زوج نساء المسلمين كلهم وبنات المسلمين بالزوج التقي الصالح يا رب. اللهم اصلح لهم الأحوال، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اجعلها ليلة مباركة واعتقنا فيها من النيران يا رب، واكتب لنا العتق من النار يا رب، وعنا على الطاعة في رمضان. اللهم آمين آمين آمين. صلى اللهم على سيدنا محمد، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. أراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله.